أهلا وسهلا فيكم. فقرتنا اليوم كتير حلوة، نستضيف الدكتور صلاح عباسي. دكتور صلاح اختصاصي أمراض الدم والسرطان، صحيح دكتور؟ صحيح، أهلا وسهلا. رح نحكي اليوم على موضوع حلو كتير اللي هو التطور في علاج السرطان. كلياتنا لما نسمع كلمة سرطان منكش، بس الحمد لله اليوم الدكتور صلاح رح يحكي لنا شو في تطورات، وإن شاء الله في أمل لكتير ناس. دكتور صلاح احكي لنا شو التطورات الجديدة. أهلا وسهلا فيك، شكرا. أهلا. طبعا زي ما قلت يعني كل الناس لما يسمعوا عن السرطان بكشوا بيبعدوا عن الموضوع بسكروا التلفزيون. صحيح. هلا طبعا دائما السرطان مزعج لانه مرض بس لازم نتعامل معه، وعم بيزيد وكميات كبيره، وعدد الناس اللي بنتوقعهم راح يزيدوا بكثير بالعالم كله، مش بس بالاردن يعني. صحيح. بكل العالم العربي، بالعالم كلياته. هلا اللي كويس بعلاج السرطان انه صار في تطور كبير بعلاج السرطان خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا. زمان كنا نعالج كل المرضى، بجوز الناس بيسمعوا على العلاج الكيماوي، والناس بيكشوا من السرطان لانه علاجه كيماوي، لانه بيخافوا من العلاج، مضاعفاته صعبه وطريقه طويله، وبقول لك الناس ما بيستفيدوا. فعلا الناس يعني بالعلاج الكيماوي بيستفيدوا يعني بضع اشهر بتفاوت. بتفاوت. هلا معظم الناس تعطيهم كيماوي، في ناس بيستفيدوا في ناس ما بيستفيدوا، وفي ناس بيستفيدوا بس بيصير عندهم اعراض جانبيه كثيره، يعني بجوز يتحسن الورم بس بالمقابل اعراض جانبيه رح يعني مستوى حياته تغير، حياته سيء جدا، بشكل سيء جدا. فبقول لك شو هالحياه؟ مزبوط، صحيح، ما هو على الفاضي. صحيح، صحيح. بقول لك ليش اتعالج؟ ما بدي اتعالج 100%. وهذا معهم حق، لانه احنا بنعالج كل مرضى السرطان بنفس الطريقه. بس هو صحيح الخليه السرطانيه، هلا العلم الجديد بيقول لك انه الخليه السرطانيه بتختلف من مريض لمريض، زي ما البكتيريا بتختلف من مريض لمريض. هلا احنا لما نعالج بكتيريا، مريض عنده التهاب، بنسوي زراعة، بناخذ البكتيريا بنسوي لها زراعة، وبنعرف هاي البكتيريا شو المضاد الحيوي اللي بيشتغل عليها. بالضبط. فبنعطيه المضاد الحيوي بتحسن، بنعطيه المضاد الحيوي المناسب لهاي البكتيريا. ايوه، فهيك راح يصير هلا علاج السرطان بالمستقبل. ونتوقع هذا مش المستقبل البعيد، هذا عم نحكي عن سنتين ثلاثة لقدام، وبلش يتطبق هذا الحكي في بعض انواع الاورام. يعني دكتور بناخذ نفس الخلايا السرطانية، نفس العينة الخزعة اللي بناخذها، وبنعملها زراعة مع أدوية معينة، وبنعرف مدى حساسية هاي الأدوية ولا كيف؟ لا، هي هلأ الطريقة أنه أنت الخلايا السرطانية أصلاً ليش بنسميها إحنا بالعربي بنسميها خبيث أو مالجنت؟ صحيح. لأنه الخلية السرطانية بتغير حالها، بتغير الجينات تبعها. فأنت لما تعطيها علاج كيماوي بتغير الجينات، تتعلم على العلاج الكيماوي، بتروح بتصير تعيش بطريقة تانية، بصير فده زي نوع من المقاومة. بس فيها طفرات جينية. هاي الطفرات الجينية هي اللي عم بتخلي الخلية السرطانية سرطانية، هي اللي بتخليها تنتشر وتنمو بشكل فظيع، تروح بأي مكان تاني وما تستجيب للعلاج. هاي الطفرات الجينية. فإحنا بناخد العينات بالخزعة، ندرس الخلية السرطانية، بنسميه إشي اسمه جينيتيك بروفايل، يعني المسح جيني للخلية السرطانية كامل، وبنتعرف على الطفرات الجينية المسؤولة عن حياة هاي الخلية السرطانية. يعني بصير نعرف ليش الخلية السرطانية هاي عم بتعيش. لما نتعرف على الطفرة الجينية اللي بتخلي هاي الخلية السرطانية تعيش، هلأ في أدوية كتير صارت بنسميها بيولوجيكال ايجنت، علاجات بيولوجية يعني أو بيولوجي. مستهدفة. نعم. مش كيماوية أبداً، معظمها عبارة عن حبوب، حتى على فكرة ممكن ياخذها المريض في البيت. السايد افكتس، الأعراض الجانبية تبعتها قليلة جداً، لأنه هذا لأنه هاي العلاجات لما تفوت على الجسم معروف إنه هاي طريقة معينة، إنه هذا بتروح بتشتغل على الجين أو البروتين المسؤول عن نمو الخلية السرطانية، اللي هو هذه الطفرة الجينية موجودة فقط في الخلية السرطانية، فكفائتها راح تكون أفضل بكثير بعلاج لما بتروح مباشر على الخلية السرطانية. والطفرة هاي مش موجودة بالخلية الطبيعية، فما له أعراض جانبية على الخلية الطبيعية، فبروح مباشرة، فبيعطيك فعالية أكثر. الناس اللي عم بسمعونا وبتابعونا ولا سمح الله عندهم حدا بيعرفوه مصاب، شو يعني حاليا مش موجودة عندنا بالأردن لكن هذا العلاج موجود في العالم، كيف ممكن نستفيد منه احنا؟ هلا هو موجود في بعض دول العالم، مثلا زي امريكا، بعض دول اوروبا، حتى مش كل دول اوروبا. هلا هو التست طبعا صعب يتسوى، الفحص هذا، ففي مختبرات باماكن معينه بالعالم بيقدروا يسووه. هلا عشان هيك بقول انا بجوز بعد سنتين ثلاثه راح تتطور الامور ويصير موجود بكل مكان. بس هلا حتى عندنا بالاردن في عندنا امكانيه انه احنا ناخذ العينات هاي ونبعثها على امريكا عن طريق شركات معينة خاصة بالبروسيسنج تبع هاي العينات، وأوريدي صرنا نسويها لمرضى. يعني في مرضى عنا بالأردن اشتغلنا معهم بهذا الأسلوب وأعطت نتائج رائعة. يعني اليوم تقدر توديها على أمريكا، يعني اليوم بالأردن نقدر ناخد عينة نوديها على أمريكا تعمل الزراعة وتقولنا ببعثوا لنا ريبورت، وهذا بيكون علاج شخصي للشخص هذا، للسرطان هذا، ونسبة نجاحه عالية جدا، عالية جدا، وأعراضه جانبية قليلة. وأعراضه يعني ببعثوا لنا تقرير كامل عن الجينات تبع الخلايا السرطانية تبع هذا المرض، وش العلاجات اللي بتنفع مع هذا المريض بالذات، يعني هذا تقرير لهذا المريض.
مش للمرض نفسه. هلا دكتور بنفع هذا لكل انواع السرطانات اللي موجوده ولا في سرطان والله نسبه النجاح تبعته اعلى، في سرطان لا هذا ما بنقدر نستعمله لازم نستعمل العلاج التقليدي؟ هلا هو بنفع لكل انواع السرطانات، بس طبعا بتفاوت السرطانات بين بعضها. في سرطانات بتكون شرسه جدا، يعني لهلا احنا ما عندنا علاجات، يعني ممكن نسوي الفحص الجيني والمسح الجيني ونتعرف على الطفرات الجينيه المسؤوله عن الخلايا، بس لهلا ما في علاج اللي يعني يروح يثبط هاي الطفرة الجينية. يعني التطور لازم يكون بنوعية العلاج. بنوعية العلاج. بس في أمراض الأدوية موجودة، بس الفحص هذا بدلنا شو الدواء المناسب لهذا المرض. فهي بتتفاوت من مريض يعني بتتفاوت حسب نوع الورم. حسب نوع الورم. شو أنواع الأورام اللي فيها أكبر نسب نجاح اليوم لهاي؟ يعني هلا مثلاً زي سرطانات الرئة، سرطان الميلانوما اللي هو سرطان الجلد. الجلد. سرطانات الليمفوما مثلا في عليها تطورات كبيره، سرطان الكليه. يعني في بعض امراض بعض المرضى اللي احنا شفناهم بالاردن هون، مثلا اخر مريض شفته كليه، سرطان كليه منتشر بكل مكان بالجسم، اخذ 4 انواع من العلاجات الكيماويه التقليديه وما في اي نتيجه، ما في اي جواب. ودينا الفحص رجعت طفره جينيه تعرفنا عليها انه هاي هي اللي بتسوي المشكله عند المرض، هذا اللي بتخلي الخلايا السرطانيه تعمل. عم نعطيه علاج بيولوجي بسيط جدا، ما في اي اعراض جانبيه، استجابه كامله، شيء يعني فعلا زي السحر. طيب يعني حتى بالنسبه لي زي السحر. احنا بتعرف لما بنسمع بالسرطان دائما بنخاف انه بيرجع، بقول لك الحمد لله لكن هذا ممكن يرجع بالمستقبل. بالعلاج لما نعالج الطفره الجينيه ويكون علاج شخصي للجنين للشخص نفسه، امكانيه عوده المرض وارده كمان ولا لا؟ لا هلا بنعتقد انها وارده. بس شوف كمان هذا شيء مهم، سؤال كتير مهم وما بنعرف جوابه الصحيح، لأنه هذا علم جديد. بتعرف بالأورام عشان نعرف شو بصير بدك تتابع أي علاج لمدة 5 سنين على قليلة، وبجوز تتابعه 20 سنة عبين ما تعرف عنه. هاي الأدوية والعلاجات كلها طريقة جديدة بالعلاج. هلأ المرضى اللي عم بنشوف عندهم استجابة، عم بيستجيبوا استجابة ممتازة، وفي منهم المرض عم بيروح نهائيا وعم نوقف العلاج والمرض ما عم بيرجع، بس ما بنقدر نحكي إنه تم شفاؤه بالكامل أو ما رح يرجع، إلا لما نتابع هدول المرضى عن طريق الدراسات على قليلة 5 سنين 10 سنين عشان نقدر نجاوب هذا السؤال. دكتور حضرتك يعني بتتوقع خلال سنة سنتين يكون هذا موجود عندنا بالأردن إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله. أنا بتوقع، لأنه هو المشكلة في الفحص إنه سعره غالي. التقنية اللي بتستخدم بالفحص هذا تقنية يعني مش موجودة بكل مكان بالمختبرات، بدها مختبرات خاصة. بس أنا أعتقد أنه يعني بجوز خلال سنة سنتين رح تتطور طريقة الفحص وتصير أسهل وتصير موجودة حتى بمختبرات كثير بالعالم، مش بس عنا بالأردن. يعني رح تصير أسهل، رح تصير أسهل، زي ما التليفون تطور خلال سنتين صار بسرعة، هذا رح يتطور بسرعة. شكرا كثير دكتور صلاح، أنا استفدت كثير وإن شاء الله الجميع استفاد زي ما استفدنا. شكرا كثير لك، وإن شاء الله استفدتوا معنا، وننتقل للفقرة القادمة.